اكيد ما زلنا مستمرين معاكم لكن هنطلع ونشوف واحده من الفقرات يعني بتكلم عن التربيه وعن المراحل المهمه اللي ممكن يمر بيها الابناء عشان ما نتعرف مع بعض على كيف انه احنا نقدر نختار التخصص الدراسي بسهوله. تعالوا نتابع مع بعض مع ريان فتح الرحمن صانعه محتوى. سلام احب ورضا ازيكم معكم ريان البراق واهلا بكم متابعي صباحات سودانيه الليله كمان حنواصل حديثنا مع طلبه ثالث ثانوي الطلبه الحاليا هم هدفنا انه احنا نساعدهم ونوريهم الحاجات اللي احنا ذاتنا لو كنا تعرفنا عليها زمان كان سهلت لنا كثير مساله اختيارنا للتخصص هنتكلم الليله عن انه كيف نختار التخصص أول حاجة تعلم الموازنة الموازنة يعني شنو؟ إنه ما في قرار صح مية في المية ولا في قرار خطأ مية في المية ولا في قرار كله سلبيات ولا في قرار كله إيجابيات أي حاجة من الحياة المتاحة عليك حتلقي إنه في إيجابيات لها وفي سلبيات لها عليك إنك يعني إنت تكتب الحاجات دي لأنه في راسك بس كده ما حتقدر تحكم زي الناس لأنه ما حتقدر تتخيلات كثيرة لكن لما تكتبهم كله جامعة أو كل تخصص أو كل حاجة أنت بتفكر فيها تكتبهم تبدا تقارن بينهم حتعرف توازن تعرف الايجابيات اكثر وين والسلبيات اقل وين وتختاره التخصصات ليست كما تبدو يعني الدكتور ما برستيج وقاعد دائما قاشر والمهندس ما بيصرف بالدولار والمحامي ما هارفي مثلا كل تخصص بيختلف على التخصص الثاني بشكل كبير احنا بنفتكر حاجه لما كنا قبل ما نخش وبنكتشف حاجة تانية تماما يعني مثلا أنا زمان كنت فاكرة إنه معمار معناه لازم أكون رسامة أكون بعرف أرسم لأن أنا حرسم لكن لما تخش معمار حقيقة بتلقى لا ما في أي علاقة بإنك تكون بتعرف ترسم موهبة الرسم وإنك تبقى معماري شاطر موضوعين مختلفين في حاجات كثيرة عن التخصصات بنفهمها أكثر لما نكون قريبين للتخصص أكثر حنقرب كيف عن طريق إنه إحنا نسأل زول ناجح سبقنا في التخصص ده ما نسأل أي زول الفاشل حيورينا تجربته احنا ما عاوزين نعرف تجربته احنا عاوزين نعرف التخصص بشكل صحيح هو شنو في الغالب المعلومة الصحيحة حتلقاها من الأشخاص الناجحين في المجال ده عاوز تدخل هندسة حدد يا تهندسة خلاص قررت معمار امشي شوف زول ناجح في معمار واساله التخصص فيه شنو المطلوب شنو بعد كم انا بقدر مثلا استفيد آه اي تفصيله انت في بالك عن التخصص خليه يحكيها لك بعيده عن صعب وسهل لأنه صعب وسهل بتعتمد عليك أنت تعتمد مختلفة تماما منك من الشخص الثاني لكن التخصص فيه شنو وحتقرا شنو وكم ساعة وكل الأمور دي, دي, حاجات ثوابت لكن الصعوبة والسهولة بتختلف من زول لزول بتخلي زول يغير رأيك أو يخليك تحيد عن حاجة أنت بتحبها عشان قال لك صعب اكتشف شغفك اكتشف شغفك يعني شنو يعني أجمل حاجة لما يجتمع الشغف بمصدر دخلك ما احنا بنقرا علشان نتعلم حاجه ونتعرف عليها والحاجه دي في الاخير حتبقى هي مصدر دخلنا فلما تكون مصدر دخلنا ده جاي من حاجه احنا بنحبها حيكون طريقنا اسهل وطريقنا اجمل ليه لان الدراسات بتقول الاثرياء في العالم 99.9999% 99 بيحبوا شغله ما في ثري ما بحب شغله ما في ثري ما بكون بفكر في شغله لانه هو بحبه سواء شغله ده جاي عن طريق اكاديميات او سواء جاي عن طريق حرفه او مهنه لكن هو بحبه لما انتم حاليا في مرحله تحديد قرار القرايه اللي هي حتحدد الوظيفه فيما بعد مهم جدا انه هي تكون زي شغفكم في ناس كثير تقول لي طيب انا ما بعرف شغفي انا ما عارف انا بحب شنو بقول لكم في طرق كثيره من اسهل الطرق فكروا مع نفسكم شوفوا الحاجة اللي لما تعملوها ما بتكونوا حاسين بالزمن، بتكونوا عادي بتمر ساعات طويلة، تنسوا تاكلوا وتشربوا وتنسوا تتكلموا وتكونوا شغالين فيها، في الغالب دي الحاجة اللي فيها شغفكم، إنه ما تفكر في المال أثناء اختيارك للتخصص، يعني ما تفكر إنه أنا حخش التخصص ده حبقى دكتور علشان الدكاترة أغنياء، حبقى مهندس علشان المهندسين بيصرفوا بالدولار، حبقى محامي عشان هارفي، لا. احنا هنبقى محامين او هنبقى مهندسين او هنبقى محاسبين او هنبقى اي تخصص احنا عاوزينه عشان بيشبهنا ليه بقول كده لانه لو كان المال هو الدافع الرئيسي في اختيار التخصص انت شايف المال شايف النتيجه الاخيره لكن ما شايف التعب التعب الدكتور علشان يصل للمرحله دي ما شايف التعليم المستمر اللي بتعلمه الدكتور علشان يصل للمرحله دي ما شايف الشمس اللي بيجي فيها المهندس علشان يصل لانه يستحق يدفع له بالدولار ما شايف كل المعاناه حقته شايف النتيجه بس فانت لازم تعرف انه الحاجه اللي انت حتخشها دي هيكون فيها تعب هيكون فيها مجهود انت لو ما بتستحمل المجهود ده وما بتحبه ما حيكون المال بالنسبه لك محرك كافي حتمشي مسافه وما حتقدر تستمر فخلي شغفك وطموحك وحبك للحاجه هو اللي يحركك بعيد جدا عن المال لانه بتلقى دكتور تقارن تجربتك بتجربه زول تاني يعني ما حتخش هندسه عشان محمد ولد خالته فلانة خش هندسه واسي حاليا في بريطانيا وبنزل صور في انستغرام ورهيب شديد لا ولا حتخش تقول لا انا ما حخش هندسه عشان فلان ولد فلانة مشي أستحاليا حاليا وشقيان وما لاقي شغل برضو لا تجربتك فرديه تجربتك مختلفه عن تجربه اي شخص اي تخصص في العالم فيه ناس نجحوا وفيه ناس فشلوا في ناس عرفوا الطريق وفي ناس ضلوا الطريق انت خلي نفسك دائما واثق من نفسك وعارف انك انت حتكون ضمن الناس اللي حيعرفوا الطريق، ضمن الناس اللي حيصلوا ويحققوا نجاحات في التخصص ايا كان التخصص، حينجحوا فيه وحيحققوا اعلى نتائج اعلى من النتائج اللي هم اصلا بيتخيلوها. امن بنفسك وان شاء الله ربنا يسهل لكم وينور بصيرتكم وتعرفوا التخصصات الانسب لكم عشان نرتقي بالسودان وبالعالم. كان معاكم ريان البراق وفي امان الله.